السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 3. دابا غادي ندخلوا للبارتي ديال لي ريزونمون، نساو ديك البارتي 1 اللي كنا هي فغي فوس، داكشي كان بسيط. دابا بارتي واحدة أخرى ديال لي ريزونمون، خصني نكون مركز ونعرف شمن تيب دو ريزونمون اللي غنخدم. متفقين؟ وأنا كل مرة غادي نقول لكم كيفاش خدمت هذا وعلاش خدمت هذا. بالنسبة لا كيسيون 1 لا كيسيون 2، يعني كيبان ليا من السهل يعني باش نخرجهم بأن ريزونمون ديريكت، كنطلق من هاد لا بروبوزيسيون كنعتبرها بلي فغي و تنبقى خدام عليها، وخصني بالضرورة لقات هادي فغي. علاش؟ حيت لا كانت بي فغي خص بالضرورة تاكي تكون فغي، ولكن لا كانت بي فغي اي كي فوس هاد لامبليكاسيون كاملة غادي تكون فوس. باش نتفقوا، يعني لو ريزونمون ديالك شنو تيقول لك؟ تيقول لك اسيدي هاي نطلق من هاد لا بروبوزيسيون بي وخدم عليها كيف بغيتي، دخل عليها اللي بغيتي، في الاخر خصك تلقى حتى لا بروبوزيسيون كي صحاح. وعندنا كذلك حتى في لا كيسيون نيميرو 2 غادي ندير ان ريزونمون ديريكت وغادي نلقى ا بي سي بي لو ايكال ا زيرو. يلا نبداو على بركة الله بلا كيسيون نيميرو 1. كوريكسيون لا كيسيون نيميرو 1 ديمونتري كو سي ا بي et C appartient à R à la puissance 3 sauf 1 tel que A sur A moins A plus B sur A moins B plus C sur A moins C égale 1. Cela implique 1 sur A moins A plus 1 sur A moins B plus 1 sur A moins C égale à 4. يعني عطاونا هذه، قال لك انطلاقا من هذه بامكاننا نلقاو هذه. غادي نعتبروا هي لا بروبوزيسيون بي ندير لا بروبوزيسيون كي. قلت لكم اول حاجه كتشوف واش بامكاني ندخل شي حاجه على هاد لا بروبوزيسيون بي ولا هاد لا بروبوزيسيون كي، ولكن اعتبارا بان بي صحيحه، يعني كنقول لك هادي بلي فغي، يعني ملي كنقول فغي يعني بامكاني نخدم عليها. واش متفقين؟ يعني بامكاني نطلق منها. يعني هادشي اللي نحاول ندير، نقول قلنا ا سور ا موان زا بلوس ب سور ا موان ب plus c sur a moins c égale 1. يعني انطلاقا من هادي شنو كيبان ليا؟ يعني فين خصني نوصل؟ انا كنشوف اول حاجه كنشوف عندي 4 هنا كاين 1 1، ولكن هنا عندي a b c. هنا ملي كتشوف 4 كيطيحوا لك جوج ديال الافكار. يعني اول فكره كتقول علاش ما نضربش هنا فوا 4 وهنا فوا 4 وهادشي كامل فوا 4، ولكن لاحظ معايا ملي دير فوا 4 غنشوفوها بعينينا بلا ما نخرجوها. دير 4 فوا ا سي 4 ا، هنا 4 بي وهنا 4 سي. واش متفقين؟ ولكن لو دينيميناتور غادي يبقى عندي كما هو، وهنا 4 ا مي انا خصني غير 1 وهنا تكون 4. يعني ما مسلكاش. واش متفقين؟ يعني ملي ندير فوا 4 ما مسلكاش. يعني كيفاش نوصل ل 4 بشي طريقه واحده اخرى؟ قلنا فوا 4 لا، غادي تفكر في بلوس 3. لا فكرنا في بلوس 3 لاحظ معايا شنو ندير. ندير هنا بلوس 3 وهنا ندير بلوس 3، ولكن هاد 3 شنو ندير ليها؟ غادي نفرقها بلوس 1 بلوس 1 بلوس 1. لاحظ معايا شنو ندير، هي ا سولا امبليك كو ا سور 1 موان زا بلوس 1 بلوس بي سور 1 موان بي بلوس 1 بلوس سي sur a moins c plus 1 c'est égal à 4. Cela implique دابا كتلاحظوا غادي بلي زامبليكاسيون، لان الدرس ديال لا لوجيك كيعلمني بزاف د الحاجات. يعني كنطالق من شي حاجه صحيحه ياك، تبقى خدام عليها بلي زامبليكاسيون بيان بليكيفالونس، وخصني بالضروره نلقى ديك الاخيره حتى هي صحيحه. واش متفقين؟ شنو نحاول ندير هنا؟ غادي ندير لو دينيميناتور كومان سي ا موان زا. هنا شنو تكون عندي؟ هي ا بلس هنا ان فاش خصني نضربها في ان موان زا ياك، مزيان. بلس بنفس الطريقه بي بلس ان فاكتور دو ان موان بي سور ان موان بي بلس سي بلس ان فاكتور دو ان موان سي، مزيان، سور ان موان سي ايغال 4. مزيان، شنو تبقى لينا هنايا؟ لاحظ معايا ا بلس ان فوا ان سي ان plus 1 fois moins 1 c'est moins 1. Donc a moins 1 c'est 0, je n'ai pas de 1. 1 sur 1 moins 1 plus on a qu'à délire que l'acte b plus 1 fois 1 c'est 1. 1 fois moins b c'est
C'est moins b, donc b moins b. Tu me cherches, tu prendrais 1 sur 1 moins b. Plus 1 sur 1 moins c. Égale 4. واش وصلنا لك الشيء اللي بغينا؟ انطلقنا من هذه وفي الاخير لقيت هذه. واش متفقين؟ شنو كتلاحظوا؟ انطلقنا من لا بروبوزيسيون بي وخدمنا عليها وفي الاخير لقينا لا بروبوزيسيون كي. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 ونمروا لا كيسيون نيميرو 2. La question numéro 2, quel que soit AB appartient à R à la puissance 2, la valeur absolue de A plus B égale la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Cela implique que AB c'est supérieur ou égal à 0. Gnana kadalik, wesh, bli imkan d'y aller, n'talak, on a la proposition P, ou n'khdem aliha, ou n'onsl la proposition Q bli sahih, en el qadchi. La valeur absolue de A plus B égale la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Ah, d'abord, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? خصني كيفاش الطريقه كيفاش نفكر، حتى سولني بزاف كيفاش استاذ الطريقه كيفاش نفكر باش نلقى الحل. هنا كتشوف عندي اب، هنا ما كاينش كاع لا فالور ابسول، يعني غادي نبقى ننطلق من هذه نخدم عليها وفي الاخر نوصل غير اب ما فيهاش لا فالور ابسول. شنو هي الحاجه اللي كتحيد لك لا فالور ابسول اللي كتدخل على هذا الشيء وكتزولنا لا فالور ابسول اللي هي البويسونس 2؟ حنا هادشي اللي عارفين البويسونس 2. مثلا درت لك لا فالور ابسولي دو ا كاري، راه هي ا كاري. واش متفقين؟ باش تكونوا على بال نتوما عارفين. و لا فالور ابسولي دو ا لا بويسونس 2 راه هي ا لا بويسونس 2. لان شنو ما لقيت هنايا دائما يا اما ا ولا موانزا، ملي نديرها الكاري تكون هي ا كاري. واش متفقين؟ وهذه كذلك. لاحظ معايا شنو ندير. Cela implique la valeur absolue de A plus B puissance 2, valeur absolue de A plus la valeur absolue de B, le tout à la puissance 2. Bien, cumulons le cas. La valeur absolue de A plus B, le tout au carré, raya la valeur absolue de A plus B carré. Je fais un tronc commun. La valeur absolue de X à la puissance 2 et à la valeur absolue de X carré. متفقين؟ يلا نكمل. هنا كنشوف عندي ايدونتيتي روماركابل، لا فالور ابسولي دو ا بلس لا فالور ابسولي دو بي، لو تو او كاري شنو تكون؟ هي لا فالور ابسولي دو ا بلس 2 لا فالور ابسولي دو ا لا فالور ابسولي دو بي بلس لا فالور ابسولي دو بي بويسونس 2. مزيان. قلنا هنا بالامكان نحيد لا فالور ابسولي، ما كاينش مشكل، وهذا الشيء كيعطينا هنا اكس كاري. متفقين؟ شنو تعطينا هنايا؟ اللي هي ا كاري بلس 2AB بلس B كاري. واش واضحة؟ لأن قلنا لا فالور ابسولي دو إكس كاري راهي إكس كاري، لأن هادشي اللي لداخل ديما غادي يكون بوزيتيف، ولا فالور ابسولي شي حاجة بوزيتيف راهي النيت. واش واضحة؟ هنا قلنا بأن شنو ما لقيت هاد لا فالور ابسولي دو ا من ديرو الكاري غادي تولي هي ا كاري. هنا نطبق عليه هادي النيت. واش متفقين؟ هنا ندير لا فالور ابسولي دو ا كاري اللي هي لا فالور ابسولي دو ا كاري اللي هي ا كاري. واش واضحه؟ بلوس دو لا فالور ابسولي دو ا بي. شكنا شفناه لا فالور ابسولي دو ا فوا لا فالور ابسولي دو بي لا فالور ابسولي دو ا بي بلوس بي كاري. مزيان. هنا بامكاني نسامبليفي بالا كاري اي بي كاري. هادي كذلك شنو غتبقى؟ 2 كذلك كتمشي مع 2، غتبقى غير لا فالور ابسولي دو ا بي في هاد الطرف، وغتبقى لنا ا بي. مزيان. دابا السؤال، فوقاش كتكون لا فالور ابسولي دو نومبغ ايكال لوي ميم؟ يعني فوقاش لا فالور ابسولي دو اكس ايكال ا اكس؟ هادي فاش من حالة، لكن الاكس بوزيتيف. مش متفقين؟ يعني هنا شنو يمكن ليا نقول؟ سولا امبليك بلي ا بي راه سوبيريور ايكال ا زيرو، داكشي اللي وصل لفالور ابسولي راه بالضروره راه بوزيتيف. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم. عاودوا هاد لي دو كيستيون بوحديتكم وما تقتصروش على هاد الشيء، سيروا خدموا 10 20 تمرين. المهم داكشي اللي قديتو عليه، لا بالنسبه للتلاميذ ديال سيونس مات ولا بالنسبه للتلاميذ ديال سيونس اكس. انا كنعلمك غير الطريقه كيفاش تخدم، يعني دائما شوفوا ديك التمرين، لان ما يمكنلكش تلقى بحال التمرين انت في الكونترول.
متفقين؟ يعني سير خدم بزاف ديال التمارين باش تعمر راسك، يعني اي اسيوس تعلمتيها جديده غادي تبقى لك انت في راسك. يلا حتى نتلاقاو في فيديو اخر اللي نكملوا فيه لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 3. تهلاو في راسكم، مع السلامه.